السلام عليكم يا حبيب قلبي. النهاردة معنا أكلة جديدة هنعملها، بس هنعملها باللحمة أو بواقي اللحمة. احنا هنقطع اللحمة كده زي ما حضراتكم شايفين لقطع صغيرة خالص. هنفضل نقطعها يعني مش هنفرمها في الخلاط، بس هنقطعها قطع، يعني القطع زي ما يكون احنا هنعمل ايه بفتيك مثلا، بس أصغر، على أصغر. وهنجيب الاول هنعمل بنقشر بطاطستين كبار وهنقطعها مربعات كده قطع صغيره ونسلقها، واهي لما تستوي خالص خالص هنهرسها زي ما انتم شايفين كده اهي هنهرسها، بس لازم نهرسها تكون ناعمه جدا، وكمان نصفيها بالمصفه عشان احنا عايزينها ناعمه قوي قوي. المهم هنجيب برضو الطاسه دي عشان نعمل فيها اللحمه. هبصوا لازم نهرسها هرسه تكون ناعمه قوي. المهم هنرجع تاني نشوف هنعمل ايه في اللحمه. نشوحها، احنا هنفضل نشوح في اللحمه دي لغايه ما يبقى لونها بني، عارفين اللي هو اللي مقارب للشواء. هنحط معلقه زبده كبيره طبعا او زيت زي ما انتوا حابين بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. بعد كده هنحط ايه، هنضيف عليها اللحمه اللي احنا قطعناها، بس لما الزبده تسيح شويه. ما قلتلكوش احنا عملنا رز اصفر اللي هو رز البخاري المدخن ده، وعملنا كمان رز بشعريه، لان في ناس ما بيحبوش الرز الاصفر، في يعني بيحبوا الرز اللي هو البشعريه عادي. هنحط اللحمه بالطريقه ديت اهي، هنفضل نقلب فيها كده، هنفضل نقلب فيها لغاية ما تنزل ميتها وتشربها وتتحول للون اللي هو البني اللي مقارب لأول درجة في درجات الشواء كده لو احنا بنشويها يعني. هنحط بس كده نص معلقة ملح ونص معلقة فلفل أسمر. بصوا، وممكن تعملوا الفراخ بالطريقة دي، يعني مش اللحمة بس هنقطع قطع الفراخ كبيرة شوية، مش نقطعها بالمقص، بالسكينة كده ونقطعها شرايح صدرين، ونقطعهم شرايح أو صدر فرخة ونقطعه شرايح. وممكن تعملوا كمان معاها مشروم، تقطعوا معاها مشروم. أولا هتديها قيمة غذائية عالية، وفي نفس الوقت هتكتر لنا اللحمة وفيها برضو نفس غذاء اللحمة، يعني ده ياخد من ده. هنفضل نقلب فيها يعني كتير كتير لغاية ما هتصفي ميتها وترجع تشرب. وممكن ان احنا نضيف نص كوباية مية عشان تكمل سواها وهي بالطريقة دي من غير اي اضافات. وريحة الفلفل الاسمر وريحة مية اللحمة لما بتنزل وبتتكرمش كده او بتتكرمل بتبقى طعمها خرافة. المهم رجعنا بقى للبطاطس، هنقعد نهرس فيها بالطريقة دي. بعد كده احنا هنصفي البطاطس بقى بمصفى. لازم نتاكد ان البطاطس اهو، البطاطس ما فيهاش كتل ولا قطع. وممكن تضربها في الخلاط او تضربها في الكب لو انتوا مش عايزين تصفوها بمصفى يعني. المهم تأكدوا ان هي تكون ناعمة جدا. بعد كده نرجع برضو للحمة، نقلب في اللحمة. احنا كده خلصنا الرز، بس هي الحتة الجزء اللي فيه احنا عملنا الرز اتقطعت او يعني ما تسجلتش. فطبعا انتوا عارفين ان الرز ده بيتعمل ازاي وده بيتعمل ازاي. الرز الاصفر بنجيب الرز الاصفر وبنحط معلقه زبده ونحط معاها الكركم والكاري وحب فصل بتاع قرنفل وممكن حبهان. طبعا الاضافات دي بترجع لكم انتوا. ونشوح نحمر الحاجات ديت وبعدين نضيف عليها الرز ونسقيه يعني بالشرب. المهم هنجيب نص كوبايه ميه ونحط فيها معلقه نشا ونقلبها كويس قوي قوي قوي، وهنسيبها على جنب كده شويه، وهقول لكم هنعمل بقى ايه دلوقتي. هنعمل بقى الصوص بتاع اللحمه. هنجيب معلقتين دقيق من معلقه زبده كمان معاهم، هنضيف معلقه زبده معاهم. انا بقفل الصوت يا جماعه لان في صوت العيال والدوشه والتلفزيون وكده، فانا بقفل الصوت وبسجل لكم بصوت انا عشان يبقى واضح بس تسمعوه يعني.
هنحط بقى معلقتين زبده اهي، ونقلب خالص لغايه ما الزبده تسيح معانا في وسط الدقيق. هنكون احنا غاليين الكاتل، غاليين مليانه ميه وغاليينه على جنب كده، او كوبايتين ميه كبار نغليهم نسخنهم يعني. بصوا هنحط الميه المغليه على طول ونقلب بايدنا عشان ما يبقاش فيه كتل، يا اما لو شكينا ان فيها كتل لازم نصفيها، بس احنا هنقلب كويس قوي 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 لغايه ما تصفى. طبعا لقيت البديقه انسب للتيفال والحاجات دي عشان ما يتخربش، هي دي سيليكون، المضرب السيليكون. لا ممكن تضربه بمعلقه، ممكن تضربه باي حاجه يعني، بصوا اتصرفوا يعني، ما فيش ده يبقى فيه ده، ما فيش ده يبقى فيه ده، المهم تعملوا للعيال اكله حلوه وخلاص، عشوه حلوه خفيفه ما فيهاش اي يعني، يكاد يكون فيها معلقتين زبده بس. وبصوا هنحط مرق الدجاج فراخ ومرق الدجاج لحمه بس ممكن نص معلقه ملح كده شعره عشان احنا عطينا على اللحمه، وفلفل اسمر ده بس، وطعمها خرافه. ريحه الصوص ده لوحده يتاكل لوحده، هو عامل زي البشاميل بس من غير لبن. هنحط بقى النشا، ده اللي بيخليها تربط، ده اللي بيخليها تتماسك شويه. بعد كده بقى هندلقها على اللحمه، نفضل نقلب فيها لغايه ما تتماسك، تبقى عامله زي المهلبيه الخفيفه اهي. بصوا بدأت تتقل ازاي، حطيت فلفل اسمر وشعرة ملح اهي، وملح اهي طبعا. ولاء بنت هي اللي بتعمل حاجات دي وانا بصور بايد ولاء بنت، وبرضو الاكلة بتاع الفراخ برضو. بصوا اللحمة اتشوحت خالص اهي، الصراحه هي شاطره في الاكلات، فانا قلت بدل ما نعملها كده يعني هصورها فيديو وانزلها لاحبابي كده واصحابي برضو. ايه لو اللي هو مش طبعا مش هتتعلموا لان انتوا طبعا اساتذه، بس الواحد بيبقى قايم منهم محتار يعمل ايه، فدي زي تذكره، ممكن تعملوا الصنف ده، ممكن تعملوا الصنف ده، والاثنين بيمشوا، او اي صنف بس تذكره بس. هنحط بقى البطاطس في الطاسه هنا برضو على نار هاديه خالص، ومعلقه زبده كبيره معاها، حطيت انا معلقه الزبده، نفضل نقلب فيها ونجهز، نكون مجهزين جنبنا كوبايه لبن، هنحط يعني معلقتين معلقتين ونقلب لغايه ما توصل للقوام اللي احنا عايزينها. طبعا ممكن تبقى خفيفه ممكن تبقى تقيله، فطبعا القوام اللي انتوا حابينه، هو يستحسن يبقى متماسك شويه ان احنا ناكله بالمعلقه. واللحمه شغاله على النار اهي لغايه ما تستوي، تدوقوها لو لقيتها لسه بتشد نحط بس كوبايه ميه سخنه نكمل، وهو الصوص بتاعها ده احلى منها كمان مع البطاطس، حاجه يعني اكله فرنساوي كده. بصوا الجمال، أكلة فرنساوي بس بالطريقة المصرية. نحط اللبن، نحط اللبن برضو حاجة بسيطة خالص، ونقلب برضو، نقلب نقلب. هو الفيديو طول شوية عشان التقليب، نجاح أي طبخة أو أي عجنة هو التقليب بتاعها، ازاي نخلي المكونات تتجانس مع بعض. حطيت فلفل اسمر وشعره ملح برضو ونقلب بقى. بصوا القوام بتاعها، نفضل نقلب لغايه ما تمسك شويه، ما عدناش نحط لبن بقى بس. ادي الشكل النهائي، ايه رايكم؟